نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الكبده من قدوه، حتى لو دخلوا جحر قبر ما دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وله شواهد في الصحاح واللسان. وهذا امر قد يسري في المنتسبين الى الدين الخاصه، كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينه: فان كثيرا من احوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين الى العلم، وكثيرا من احوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين الى الدين، كما يظهر ذلك من فهم دين الاسلام الذي بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزله على احوال الناس. واذا كان الامر كذلك، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على امر بربه، وكان ميتا فاحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد ان يلاحظ احوال الجاهليه وطريق الامتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى ان قد ابتلي ببعض ذلك. فانفع على الخاصه والعامه العلم بما يخلص النفوس من هذه الورقات، وهو اتباع السيئات الحسنات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما هدف الله اليه. يقول رحمه الله في ثاني ما ذكر من موجبات العناية بهذا العلم والاهتمام به، هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن بعدهم من طبقات الأمة، وهذا يوجب العناية بالمكفرات وأسباب محو السيئات، لأنه إذا كانت هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، أي طريقتهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة، فإن هذا يستوجب العناية بما يمحو السيئات، لأن اتباع الأمم السابقة هو خروج عن الصراط المستقيم الذي أمر المؤمنون بأن يسألوه الله تعالى في كل صلاة. يقول: هذا خبر تصديقه، أي حديث أبي سعيد تصديقه، أي بيان صدقه وتأكيد حصوله في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فهذه الآية ترجمة وبيان صدق وقوع ما أخبر الله تعالى به، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الأمم السابقة. فقوله: فاستمتعتم بخلاقكم، أي استمتعتم بأعمالكم وأخذتم حظوظكم واتبعتم شهواتكم كما حصل ذلك من الأمم التي قبلكم، وخضتم كالذي خاضوا. فذكر الاستمتاع والخوض. الاستمتاع هو التمتع، والخوض هو الولوج في الباطل. فجمعوا في عملهم بين أمرين كانت في الأمم السابقة: الاستمتاع والخوض بالباطل كما خاضوا. والاستمتاع ترك لما يجب، والخوض فعل لما يحرم. فجمعوا ترك الواجبات وفعل المحرمات. فالاستمتاع يحمل على ترك ما يجب، والخوض يحمل على الوقوع في المحرم. وكلاهما سيئة كانت في الأمم السابقة ستكون في هذه الأمة. يقول رحمه الله: ولهذا شواهد في الصحاح والسنن، أي خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة تتبع ما كان
قبله. وهذا وجه التنبيه إلى وجوب العناية من كل أحد بهذا الأمر، وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، أي أن هذا الاتباع لسنن من كان قبلنا ليس مقصورا على أهل الإسراف والعصيان، بل حتى على الخاصة، والخاصة هم العلماء والعباد. ولذلك يقول رحمه الله: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، يعني من العباد، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، أي يدرك اتباع سنن من كان قبلنا في العلم وفي العمل. نعم. قال رحمه الله: ومما يجد فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الغرضات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما أنزل الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. يقول رحمه الله: إذا كان الأمر كذلك، أي على هذا النحو، من أن أزمنة الفترات عرضة للتلطخ بالسيئات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تسلم من اتباع سنن من كان قبلها، إذا كان الأمر على هذه الحال، يقول: فإن أنفع ما يكون للعامة والخاصة، أي لكافة الناس، العلم بما يخلص النفوس، هذا أنفع ما يحتاجه الناس. يقول: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات الناتجة عن أزمنة الجاهلية، أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، أو الناتج الخطأ الناتج عن اتباع سنن من كان قبلنا. قال: وهو اتباع السيئات الحسنات. نعم. هذا رابع ما ذكره رحمه الله مما يمحو الله تعالى به الخطايا، والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن ما تقدم من فعل الإنسان وكسبه وعمله، وأما هذا فهو من فعل الله عز وجل بما يجريه جل وعلا من المصائب التي تنزل بالناس، فإذا صبروا كانت حطا لسيئاتهم وتكفيرا لخطاياهم. نعم. قال رحمه الله: وهي كل ما يؤذن من هم أو حزن أو أذى. هذا بيان المصيبة، تعريف المصيبة التي تحط السيئات والخطايا. نعم. وهي كل ما يؤذن من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله بمعنى نفسه وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس، وجمع الخلق الحسن. قال: وجمع الخلق الحسن مع الناس ينتصر من قضاك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك به هذا بيان لما يحصل به ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن على وجه الكمال. ولذلك أشار رحمه الله بعد أن ذكر ما يجمع محاسن الأخلاق إلى أن ما تقدم مما بينه منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فحسن الخلق هو طيب المعاملة، وأصل ذلك في حده الأدنى إعطاء الحقوق وكف الأذى، وأما بذل الندى فهذا على وجه الاستحباب، وهو مما يتحقق به حسن الخلق، لكن الحد الأدنى من حسن الخلق هو إعطاء الحقوق وكف الأذى، فإن هذا لا يسوغ لأحد أن يتجاوزه،
وأما ما عدا ما زاد على هذا من حسن من بذل الندى وطلاقة الوجه والتبسم وطيب وحسن التأتي وطيب المعشر، كل هذا مما يحصل به حسن الخلق لكنه على وجه الاستحباب. يقول: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك. إذن الوصل والعطاء، قال: وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال. الثالث: وتعفو عمن ظلمك، أي تتجاوز في دم أو مال أو عرض. فمدار محاسن الأخلاق على وصل لمن قطع وعطاء لمن منع وعفو عمن أساء وأخطأ. هذا مدار حسن الخلق على وجه الكمال: وصل لمن قطع وعطاء لمن منع وثالث وعفو عمن أساء وظلم. هذه مقومات محاسن الأخلاق، وهي بين ما يكون وهي بين أمرين، بين الوجوب والاستحباب، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ومما يعين الإنسان على تحقيق هذا على وجه الكمال، أي مما يعينه على تحقيق محاسن الأخلاق على وجه الكمال، أن يعامل الله عز وجل ويحتسب الأجر في ما يكون من طيب المعاملة، فإن ذلك أكبر ما يعين الإنسان على حسن الخلق. يقول شيخ الإسلام في بعض كلامه: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله. ومعنى هذا على وجه الإجمال أن تحقق قول العزيز الكريم المنان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن عامل الخلق على هذه القاعدة، وهو أن يحسن ولا ينتظر جزاء منهم، أن يحسن الخلق ولا ينتظر جزاء منهم، حقق الكمال في حسن الخلق، لأنه ما يلتفت، هو يبذل ويعفو ويعطي ويصل ولا ينتظر جزاء منهم، إنما ينتظر الجزاء من الله. إنما نطعمكم لوجه الله، هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله في قاعدة التي ذكرها في قوله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعامل الله فيهم. أن تعامل الله فيهم أي أن تعامل الله عز وجل فيما تأتي وفيما تذر، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخاف الله فيهم ولا تخافهم في الله. بهذا يتحقق لك الكمال في محاسن الأخلاق. نعم. قال رحمه الله: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة بامتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن طيب هذا يشبه أن يكون تنبيها، فإن المصنف بعد أن ذكر حق الله وحق الخلق في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، نبه إلى أن الاستدلال على محاسن الأخلاق بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قصور في الاستدلال، لأن قول وإنك لعلى خلق عظيم يشمل تكميل حق الله وحق الخلق. ولهذا قال: وأما، يعني كالاستدراك والتنبيه إلى أمر، قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا فهو الدين الجامع
لجميع ما أمر الله به مطلقا في حقه وفي حق الخلق، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. يقول: وحقيقته المبادرة إلى ما يحب الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. هذا حقيقة الخلق العظيم، أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل وامتثال ما أمر وامتثال ما يحبه تعالى بفعل ما أوجب وترك ما نهى عنه بطيب نفس وانشراح صدر. وأما الخلق العظيم، نعم. قال: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن نسخ تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا بحديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه: قيل يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجرتان، الفم والفرج. طيب، هذا بيان أن يعني هو ما تقدم من أن وصية الله جامعة لكل ما تصلح به دنيا الناس يصلح به دين الناس ودنياهم، وأن ما في حديث معاذ هو تفصيل وبيان. عاد المصنف رحمه الله يقول في توضيح أن هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لا تخرج عما أوصى الله تعالى به، بل هي بيان وإيضاح. قال: وأما بيان أن هذا، يعني ما تضمنه حديث معاذ، أن هذا كله في وصية الله التي فيها قوله، التي في قوله تعالى: وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها. هذا فيما يتعلق ب شمول التقوى لكل مأمور به على وجه الإيجاب والاستحباب، مش شامل لترك كل ما نهى الله عن تحريما وتنزيها. ثم قال: وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، يعني فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق. لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب، يعني لو قال قائل: طيب ولماذا التفصيل؟ لماذا ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ على المعنى العام أو فأوصاه بتقوى الله دون تفصيل؟ قال: لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب، أي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بالانكفاف عن المحارم بترك ما حرم الله عز وجل، جاء مفسرا في حديث معاذ في كونه يشمل ترك المحرم وفعل الواجب، أو ترك المنهي وفعل المأمور به، فكلاهما مندرج في التقوى. فمن التقوى فعل الطاعات واجبة ومستحبة، ومن التقوى ترك المحرمات أو ترك المنهيات تحريما وتنزيها، فكل هذا من تقوى الله عز وجل. قال: جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي وصححه: قيل يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. هذا تفسير وبسط، لأن تقوى الله قد يتبادر إلى الذهن أنها الانكفاف عن المحرمات فقط، فجاء لبيان شمول التقوى لهذا وذاك. فقول تقوى الله وحسن الخلق، حسن الخلق من تقوى الله، فهذا من باب عطف العام، عطف الخاص على العام. ويمكن أن يقال إن تقوى الله هنا كما ذكر المصنف رحمه الله هي مما ورد على اعتبار أن التقوى ترك المحارم، وحسن الخلق فعل ما أمر الله تعالى به في حقه وفي حق عباده. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان،
الأجوفان أي ما يكون متصلا بالجوف، الفم والفرج، وهذا من باب التغليب. فالفرج ليس أجوف إلا فيما يتعلق بالمرأة، لكن فيما يتعلق بالرجل ليس أجوف، إنما هو بين بارز، فيكون هذا من التغليب كالقمرين والعمرين وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإن الدين كله. لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: وإياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه منيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا أو عملا بأجلهم، ويجعل همه ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. يعني من الخير والبركة. المصنف رحمه الله بعد أن قرر شمول التقوى للصلاح ما بين العبد وربه وصلاح ما بين العبد والخلق، عاد إلى بيان أصل كل خير، وأن الأصل في صلاح المعاش والمعاد الدين والدنيا هو صلاح ما بين العبد وربه. ولذلك قال: لكن، هذا كالاستدراك، وبين فيما مضى شمول التقوى لأمرين: صلاح ما بين العبد وربه، وصلاح ما بين العبد والخلق بأداء حق الله وبأداء حق الخلق. قال: لكن ينبوع الخير، أي مصدره ومبعثه وأصله، إخلاص العبد لربه، أي تمام التوحيد له جل في علاه، بأن لا يقصد إلا هو ولا يريد إلا هو، كما ذكرنا قبل قليل في قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن كمل الإخلاص لله كمل له كل خير، وصلح له كل شأن فيما يتعلق بصلته بالله وفيما يتعلق بصلته بالخلق. ولهذا قال: لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه في أمرين: عبادة واستعانة. العبادة بأن لا يتوجه إلى غيره بتقرب أو عبادة، وأما الاستعانة فهو أن يصدق في التوكل عليه في جلب الخير ودفع الضر، وهذان عليهما مدار سعادة الإنسان: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي في الاستدلال على أن صلاح الإنسان في إخلاصه لله عز وجل في هذين الأمرين: في العبادة وفي الاستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه. قرن الله تعالى بين هذين أيضا في قوله: فاعبده، هذه إياك نعبد، وتوكل عليه، هذا في تحقيق إياك نستعين، وفي قوله: عليه توكلت، أي في الاستعانة، وإليه أنيب. ووجه ذلك تقديم ما حقه التأخير: عليه توكلت، ولم يقل توكلت عليه، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وإليه أنيب أي أرجع، وذلك بطاعته وعبادته. قال: فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوه منه، واعبدوه واشكروا له. نعم. قال رحمه الله: بحيث يقطع، الآن تفصيل بيان لتحقيق الاستعانة والعبادة. قال: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم. انتفاعا بهم، هذا فيما يتعلق بالاستعانة، أو عملا لأجلهم، هذا فيما يتعلق بالعبادة.
فقوله أن يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم لتحقيق إياك نستعين، أو عملا لأجلهم لتحقيق إياك نعبد. نعم. يقول ويجعل همته ربه، أي يجعل همه في طلب مرضاته، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. هذا هو عنوان السعادة، وبه تدرك المطالب الدنيوية والأخروية، وبه يصلح دين العبد ودنياه، أن يجعل همته في سؤال الله لا الالتفات إلى الخلق، وفي العمل لله لا العمل للخلق. ولذلك قال ويجعل همته ربه تعالى بأمرين، في تحقيق إياك نعبد وفي تحقيق إياك نستعين. إياك نستعين بالدعاء، وأيضا هو متضمن إياك نعبد، لأن الاستعانة لا تكون إلا لمن صدق في التوكل على الله عز وجل، والتوكل عبادة قلبية. والعمل له بكل محبوب. قال ومن أحكم هذا، أي أتقنه وجوده، فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، أي لا يمكن أن يوصف ما يفتح الله تعالى على العبد من الخيرات بتحقيق هذين الأصلين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال رحمه الله وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الترابط. هذا الجواب على السؤال الثاني. طلب الوصية تضمن أربعة أمور: الأمر الأول ما يصلح به دينه ودنياه، الأمر الثاني أفضل الأعمال بعد الواجبات. طبعا سيأتي هو قد المصنف قدم مؤخر، هذا جواب للسؤال الثالث، لأن السؤال الثاني عن كتاب ينتفع به في علم الحديث وغيره من أبواب العلم، فقدم الجواب على السؤال الثاني وهو بيان أفضل الأعمال بعد الفرائض. نعم. قال رحمه الله وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. إذن عندنا الآن البحث في أفضل الأعمال، لكن ينبغي أن يعلم أن البحث هنا في الفضائل غير الواجبات، فالواجبات ليس فيها تفضيل بل هي لازمة يجب الإتيان بها، وهي الأصل في البداءة بالعمل. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه المرتبة الثانية من مراتب العمل الصالح، التقرب إلى الله تعالى بالصالحات ونوافل الطاعات. فالسؤال فيما يتعلق أيهما أفضل هو فيما زاد على الواجبات. قال وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، هذا واحد، وما يناسب أوقاتهم، هذا اثنين. ذكر معيارين للتفضيل، أو ذكر مؤشرين يرجع إليهما تقديم عمل على آخر. الأمر الأول، المعيار الأول هو اختلافهم فيما يقدرون عليه، والثاني اختلافهم فيما يناسب أوقاتهم. فثمة شيء يتعلق بالعامل، وثمة شيء يتعلق بالوقت والزمن. فيما يتعلق بالعامل مرجعه إلى القدرة والاستطاعة، وهذا يختلف فيه الناس اختلافا متباينا. فيما يرجع اختلاف الفضائل، فضائل الأعمال فيما يرجع للزمن، هذا أيضا يختلف باختلاف ما قدم الله عز وجل من العمل على غير في هذا الزمن، وذاك يفهم ويعرف ويدرك بالنصوص. قال فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لأن الناس يختلفون فيما يقدرون، وتختلف أحوالهم فيما يتصل بالزمان. قال وأما ما سألت عنه